السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الحلقة الثانية من برنامج البزنس لنسخته الثانية وبذلك في بالتحديد في فقرة المطبخ. مرحبا والله ومسهلا الله يحييكم. اليوم نعتذر منكم تأخير الفقرة شوي لسبب ظروف بسيطة، فالحمد لله راح نخلص قبل الوقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قبل كل شيء شاركوا معنا يا جماعة الخير في هاشتاق البزنس 14، مشاركاتكم آراءكم أسئلتكم للمتسابقين معي اليوم نسخة استثنائية، ديربي مولع بين نواف بن طارد وبين عايد بن زايد. صفقوا يا عيال، صفقوا لهم عايد عايد، خل روحك رياضية. وبين أسامة بن عوضة وأحمد الشمري، صفقوا لهم، صفق ارفع ايدك. الله يحييكم يا شباب. يا مرحبا يا اخوي. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. جمهورنا الغالي، نعتذر منكم باسمي واسم قناة الواقع الفضائية اليوم، نعتذر منكم لعدم حضور الشيف أبو علي لسبب ظرف عنده ولا قدر يجي وعذرناه والله. فالله يعطيها ألف عافية أبو علي، وراح يكون متواجد بإذن الله من بكرة. الله يحييكم. اليوم يا الربع أنا اللي بعلمكم الطبخة وأنا اللي بقيم. عز الله. معي. اترك مني اترك مني الكلام ذا. معي. معك بانا اللي بعلمكم الطبخه وانا اللي بقيم الاكل، لكن والله العظيم بذمه وضمير. الله يعافيك. وعاد التزكيه على الله سبحانه وتعالى. وبرك الساعات يا ابو سعد. الله يطول عماركم. طيب شوفوا اليوم طبختنا بسيطه خفيفه لطيفه. وشي بيكون فيه نوعين، نوع الطبخه الحاره ونوع الطبخه البارده. خليك معي يا معد 24 ساعة، نوع الطبخة الحارة ونوع الطبخة الباردة. واحد منكم يجي ولا عليك أمر، واحد منكم يجي عشان نختار القرعة. الباردة والحارة وين؟ هذه الحارة وذي الباردة. طبعا تدرون وش الطبخات؟ لا خلا بعد القرعة. تعال تفضل هنا قدام. والله لينك. تفضل يا عايد. الله لينك. يلا شف اللي بياخذ القرش، اللي بيطيع على القرش. سامة راح هناك هناك، وانت راح هناك داير انك بتعلم خويك حركات. طيب اللي بيجي عليها القرش زين، هذا بيجي عليها الطبخة الحارة. ممتاز. واللي يدي فاضية زين، هذا الطبخة الباردة. ممتاز. جميل. جميل جدا. ان شاء الله نشوف. لا اللي يجي اذا طحت على القرش باردة حارة. القرش حارة. القرش حارة والفاضية باردة. ما فيها الا حزن في غيره يعني. خلاص يلا بالباردة. يلا يا عزتي لكم. يلا بالباردة. يلا يا عايد بن زايد على زايد ونواف بن طارد، روحوا الباردة. وانت حار بايسي حنا شغل حار يا حبيبي، ما عندنا بارد. الاكل الباردة يا حظ راعينا، الاكل الباردة سلطة روسية عندهم. اشكرك.